Salam alaikum. Donc, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f de x est égal de sinus x sur 2 cos x moins 1. Et dans d de f, x r, la condition d'existence fait de l'hadi, fa l'adaina maqam, tabir. كاين في المقام إذا داك التعبير خصو يكون يخالف الصفر 2 cos x موانزا ديفيرون أصيغ هذا هو الشرط الوحيد اللي كاين. إذا غادي ناخد المعادلة ونحاول نلقى الحلول لهذه المعادلة هذه. إذا جوج cos x كتساوي لنا 1، إذا يعني أن cos x كتساوي لنا 1 على جوج. إذن هذيك واحد على جوج فيمكن لي، إذن شنو هي الزاوية اللي كتعطينا واحد على جوج؟ إذن كما كتذكروا في الدرس ديال الحساب المثلثي فهي الزاوية بي على ثلاثة. إذن كوس ديال إكس كتساوي لنا كوس ديال بي على ثلاثة. المعادلة ديال كوس إكس كتساوي لنا كوس أ بشكل عام، فتقبلوا حلين. الحل الأول إكس إتيكال أ بلس 2kp، والحل الثاني x est égal à moins a plus 2kb avec k appartient à z، يعني عدد صحيح نسبي. إذن x est égal à p sur 3 plus 2kp ou x est égal à moins p sur 3 plus 2kp bien sûr avec k appartient à z. إذن هاد لي فالور اللي لقينا هما لي فالور انترديت لان راه كاينين في المقام. دونك دي ديال اف كيساوي لنا ار موان لي فالور انترديت، يعني موان لا فالور الاولى هي موان بي سو 3 بلس 2 كبي، لا فالور الثانيه هي بي سو 3 بلس 2 كبي avec k appartient à z.